الله ومنزل الإسلام بطره ومنزل الشرك بقهره ومقرف الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر الأيام ولم بعزه. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أمة الإسلام، أبشري فقد بدأت تباشير الفجر وحدت رياح النصر، فلقد أكرمنا الله في الفلوجة بنصر مؤثر في يوم من أيام الله. فهذا الحكم الله وحده. Rock and roll.